بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
صدق الله.